الحقيقة على حتة الرد الرقمي، وانتوا شفتوا الحلقة اللي فاتت واللي قبليها، احنا شفنا ازاي الاهلي لعب هذا الكم من المباريات في فترة مضغوطة اكتر بكتير من اللي نادي الزمالك اللي بيشتكي دلوقتي من انه الاتحاد ممكن يكون بيجامل الاهلي او في شبهة مجاملة، لانك باستمرار تسمع كلمة لو في تكافؤ فرص، لو في لو في عدالة، وكأنه الاهلي اخد حاجة مش حقه. يا جماعة، يمكن صديقنا المهندس عامر العميرة، واحد من نشطاء التوثيق والإحصاء واللوائح الرياضية على تويتر، عمل الحقيقة مجهود تفصيلي شوية للي احنا عرضناه الأسبوعين اللي فاتوا، خاص بالمدد الزمنية اللي لعب فيها الأهلي واللي لعب فيها الزمالك. انت هتلاقي من أول بداية الموسم الأهلي لعب 34 مباراة رسمية، لعب 8 مرات فاصل يومين، 8 مرات 8 مباريات الاهلي لعبهم بفاصل يومين فقط. الزمالك الاهلي لعب 34 مباراه رسميه، الزمالك لعب 33 مباراه رسميه. يعني الزمالك لعب عدد مباريات، للناس اللي بتتكلم على تكافؤ الفرص والعدد، عدد المباريات الرسميه اللي لعبها الزمالك من بدايه الموسم اقل من الاهلي بمباراه، ده 34 وده 33، ولم يتخللوا سفر خارجي وبدون سفر. الاهلي كلها الثمان مباريات الزياده دول كلهم لسفريات خارجية. طب الفترات الزمنية، إذا كان الأهلي لعب 8 مباريات مضغوطة بقى محشورة بمعنى أصح، اللي هي كل يومين مباراة، لعب 8 مباريات بالطريقة دي، الزمالك لعب 5 مباريات فقط. يعني حتى فترة الضغط اللي هو يومين ومباراة اتعملت مع الزمالك 5 مرات، اتعملت مع الأهلي 8 مرات. ما عشان كده بقول لك، يعني هي مسألة مش مقصود بيها الحقيقة انك بتتكلم في مظلومية، بقدر ما بتوجد يعني اعذار وبتعمل ضغوط على متخذ القرار وعلى التحكيم وعلى الإعلام انك تحاسب بمعايير مختلفة. النهارده بمجرد ما الصفارة تتظبط شوية ولعيب يعني ياخد انذار ولا يطرد، الناس بتبقى في منتهى العنف من اول مدربه. ايوه، حتى الناس كلها قالت له انت زعلت ليه يا مستر كارتيرون؟ هو ايه اللي حصل مع بن شرقي؟ حاجه مستحقه، مش عايزه يتعاقب يعني. يعني لم يلقى حتى هذه المره تعاطف اللي عايزين يجاملوه، مش يعني انت ازاي بتعمل كده؟ مصطنع يعني هوي. يعني وتخرج من دي تخش على دي، تخرج من دي، كله شوف كل حاجة، الجدول في مظلومية، التحكيم في مظلومية، الفلوس فيها مظلومية. فلوس ايه؟ هو انت لما تقعد تشتكي ان ما معكش فلوس وبعدين حجم الانفاق يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات من غير ما حد يقول لك من اين لك هذا، وبعدين لما نيجي نقول لكم يا جماعة من فضلك عايزين الشفافية المالية، الله، ده شرط ممارسة كرة القدم، ده نص الاتحاد الدولي. صرفت منين؟ ابتدت نغمة يقول لك مالكوش دعوة، مش هنقول لكم الفلوس جت منين. يعني كده. انا مشفق على المسؤولين اللجنة الجديدة اللي بتحاول يعني تظهر شيء من الاحترام وتهدئة الأمور وأخذ الأمر في السياق الرياضي شوية، وبعدين الضغوط اللي تلقاها دلوقتي يا عالم هيفضلوا كده لإمتى؟ بس كانت